تواصل وزارة الداخلية توزيع مساعدات عينية على السيدات وبخاصة المعيلات بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلاقا من دور الوزارة المجتمعي وفي إطار مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. لما الأرض هتتكلم في إطار مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي أطلقتها وزارة الداخلية وتزامنا مع الاحتفال بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، واصلت الوزارة فعاليات المبادرة التي تستهدف بها توزيع مساعدات عينية على السيدات بخاصة المعيلات في المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. مبادرة كلنا واحد موجودين النهاردة وجايين يسلمونا بطاطين ومواد غذائية، وكتر ألف خيرهم الضباط والضابطات وربنا يسترها عليهم يا رب، وبندعي لهم في كل وقت وفي كل أدان يا رب يسترها عليهم يا رب. الضباط والضابطات بيصدعوا عنا بطاطين النهاردة وكراتين، ونشكرهم وإن هم معانا على طول ودايما. بيساعدوا الأم المصرية، الأم المكافحة، الأم الأرملة المعينة اللي بتكافح، والحمد لله احنا في امن وامان احسن من اي بلد تاني. يحمك ربنا وبارك فيك وانت في ظهرنا على طول. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نشكر وزارة الداخلية باهتمامها بينا توزيع الهدايا. طبعا دي بتدعمنا، بتخلينا مبسوطين، بتحسسنا بالاهتمام. احنا هنحس بولائنا للوطن، واحنا كلنا بنحب مصر وفدا مصر وتراب مصر. في ايدين تحمي وايدين تبني وايدين صنعت. احنا بنشكر والله وزارة الداخلية، الله يصلح حالكم يا رب. من منطلق المسؤولية المجتمعية تأتي المبادرة التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية إلى التخفيف عن كاهل السيدات وبشكل خاص المعيلات، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئة على مدار العام. كلنا واحد في الفيوم بتساعدنا وبتلبي احتياجاتنا في الأوقات الصعبة، يعني في الظروف اللي احنا فيها، اللي هم دايما معانا ومساندين يعني في ظهرنا ومش مخلينا محتاجين أي حاجة. انا قاعد اهو دي وانا وابني متكلم ونساره، ولقينا الناس دخلت علينا ضباط كده كويسين، يا رب يفهم شر المرض ويخليهم، واداني بطانيه واداني كرتونه اهو، ربنا يصلح حالكم كلكم. لما الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه عن مصر، البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم مليان. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمه وتضحيه ابطال وكتوف في الوعد. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستطبع. الله الله. انا فرحانه قوي النهارده، وأحلى مفاجأة صدفتنا النهاردة بهدية وزارة الداخلية. فرحانة جدا إن مبادرة كلنا واحد موجودة ومنتشرة في كل مكان. بقول لوزارة الداخلية ألف شكر في المبادرة الجميلة دي. في إيدين تحمي وإيدين تبني. قاعدة في الأرض لقيت الضباط داخلين عليا جايبين لي أحلى هدية، أحلى هدية في الدنيا. ربنا يخليكم وينصرك، ربنا ينصرك. واللي بيسهر وبيحبيها الناس بتنام هو. أنا مش منك أبدا، مش محتاجة أي حاجة. أزيكم مستورين، طول ما بلدنا بخير إحنا دايما بخير. المرأة رقم مهم في معادلة التنمية والبناء، الاهتمام بها في مقدمة أولويات الدولة، ومساهمات وزارة الداخلية هي جزء من هذا الاهتمام، حيث استقبلت السيدات مأموريات وزارة الداخلية وعلى وجوههم ارتسمت الفرحة
التي تترجم سعادتهن بهذا الاهتمام الذي طالهن في كل مكان على مستوى الجمهورية. وزارة الداخلية مش بيخلينا عايزين حاجة، وانا مبسوطة ان هم واقفين جنبنا. فرحانة قوي النهاردة ومبسوطة بالهدية اللي انتم مديناها لي. وزارة الداخلية مفرحانة وجايبنا الحلو كله بتديني. لما الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه عن مصر، البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم مليان مصر. لما الارض احنا بنشكر وزاره الداخليه على الحاجه الجميله اللي جات لنا ديت، احنا فرحانين جدا جدا جدا. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمه وتضحيه ابطال وبتوفي الوعد. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنسند بعض. الله الله على المصريين لما يحبوها. وزاره الداخليه مهتميه بينا وجابت لنا هدايا وبسطنا، ومهتميه بالمبادرات الاجتماعيه، مش مخلينا عايزين حاجة، ومهتمين بينا وبصينا في كل وقت. مبسوطين من وزارة الداخلية دايما فاكرة المرأة فاكرانا وبنشكرها ومهتمين بينا دايما. واقفين على راحتنا وبيساعدونا ومش مخلينا عايزين حاجة. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد. شكرا لله ان جيتكم لحد عندنا، والله كتر ألف خيركم. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستد بعض. الله ألف شكر لهم، ألف شكر إن هم يتفكرونا وجنة وتخليكوا تطول عمركم وتحميكوا مصر كلها. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال وبتوفي الوعد. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنسند بعض. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية. مبادرة كلنا واحد اللي هي بتساعدنا وعلى طول هي موجودة هنا في المنوفية عندنا، وبتيجي توزع علينا كراتين وبطاطين على طول. وزارة الداخلية مهتمة بينا بكل حاجة تخص الست، وجايبين لنا كل حاجة، متوافرين لنا كل حاجة. كل فترة بيجونا وبيسألوا علينا، وقفوا في روح الأرملة ومتطلقين، وكل فترة بينزلون وسألين علينا، وربنا يخليهم ويطرح البركة فينا. ربنا يخلينا الشرطة ويحميهم لنا يا رب، ربنا يحميهم لنا. قطار مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان مستمر للوصول إلى كل محافظات مصر لتقديم الدعم والمساندة للمرأة المصرية أينما وجدت، وهو هدف تسعى وزارة الداخلية لتحقيقه. مبادرات إنسانية متنوعة تطلقها وزارة الداخلية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومنها مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل السيدات وبخاصة السيدات المعيلات. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.